دايتي عندي انا كشاف جوال الجوال شغال تحت طيب اذا هو كان معاه كشاف الراجل ليش الناس قاعدين في المحل ولا في شيء قاعدين لو قلت لا يصاد دخل وصوت هو معرفش لا لقيت السوق مضروب تحريف المواطنين من تحت هجرة مصر طواقم الدفاع المدني هرعت الى المكان بسرعة كان طفلين معهم بنت صغيرة كمان وامه وابوه فوق بالدار طب انتم مو نزحتوا من سيدي عيلة هذه المناطق تم استهدافها قبل دقائق هرعت طواقم الدفاع المدني للتعامل مع الحدث تفاجأنا بوجود مواطنين تحت الأنقاض تم انتشال بعض الشهداء وبعض الإصابات وجاري حتى هذه اللحظة انتشال أناس تحت الأنقاض نسمع أصواتهم طواقمنا تعمل الآن جاهدة باليد الفارغة دون معدات تذكر حتى نستطيع أن نخلص هؤلاء المواطنين من تحت الأنقاض هذه المناطق أثرية ومباني قديمة جدا لذلك انهارت بالكامل على رؤوس المواطنين خلاص احمد